احتفلت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين بعمان بانطلاقتها السنوية للعام الحالي، وذلك بقداس احتفالي ترأسه المطران ويليام الشوملي في كنيسة الراعي الصالح مركز سيدة السلام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. هللويا هللويا. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن في كنيسة الراعي الصالح القداس الاحتفالي بإطلاق الهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتين في الأردن شعارها لعام 2018 فيتجدد مثل النسر شبابك. عاونه فيه الأب إبراهيم نفاع والأب وسام منصور والأب طارق أبو حنة بحضور أعضاء الحركة الكشفية من مختلف مناطق المملكة. الله في العلا وعلى الأرض السلام، نسبحك نباركك نسجد لك نمجد. وتحدث المطران الشوملي في عظته قائلا: إن أعمالنا الصغيرة اليومية على الرغم من صغرها إلا أنها تكتسب قيمة في عيني الله، فالمهم هو كثافة الحب الذي يرافق أعمالنا اليومية التي نقدمها لله. نسامح نغفر، هذه أفضل تقدمة نقدمها لله ترضيه. نعطي حسنة لفقير، نزور مريض، نصلي من أجل متوفى، نشارك في جنازة أو في تقدمة العزاء لأهل الفقيد، كلها تقدمات يمكن أن نقدمها لله. حتى درسنا، جهدنا، أعمالنا البيتية والمنزلية، نشاطاتنا الكشفية، أي عمل نقوم به يصبح تقدمة وقربان، حتى لو كانت الأعمال خفية لا يعرفها الناس وتمت بالخفية. وخلال القداس قام الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للهيئة بتقديم قادة الهيئة الجدد الذين تلوا أمام مذبح الرب الوعد الكشفي مكرسين خدمتهم لله والكنيسة والرعية. وقدمت الطلبات ورفع التقادم أمام هيكل الله على نية الحركة الكشفية في الأردن وفي العالم أجمع. ومن أجل كل واحد منا كي تمني يا رب علينا جميعا بنعمة الصبر والمحبة والرجاء. علمنا كيف نصلي بقوة وثبات وإيمان، علمنا كيف نكون أفراد صالحين أقوياء في خدمة الرب، من أجل أن يبقى الكتاب المقدس دستور حياتنا ويبقى هو الألف والياء، البداية والنهاية. من أجل رعايانا كافة، كهنتنا ورهباتنا، ليبقى الإيمان والمحبة والصبر في قلوبهم كي يكونوا ونكون معا كالبذرة الصالحة في الأرض الطيبة. من أجل سيدتنا مريم العذراء، أم المسيح المعظمة، وأمنا المكرمة، كي تكون لنا مثالا في الحب والوفاء. فلتمنحنا القوة والثبات، كي نكمل نحن قيادة وأفراد طريقنا نحو حضنك الأبدي لنشرب من مائك الحي، لأنك أنت قلت: إن عطش أحد فليقبل إلي ومن آمن بي فليشرب. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. كما رفعت أيضاً عن راحة نفس القائد صفوان نفاع من مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية في المصدار الذي رحل إلى الديار السماوية. حتى تمنحهم الصبر على فقيدهم الغالي والعزاء بالإيمان والرجاء والمحبة بقيامته من بين الأموات باسم الهيئة العامة لكشافة. كما تم أيضا تقديم دروع تكريمية لقادة الهيئة السابقين وتكريم قادة الهيئة الجدد، وقدم أيضا درع تكريمي لسيادة المطران ويليام الشوملي كعربون محبة وشكر باسم الهيئة. اليوم مطلوب منا بهاي السنة نجدد حياتنا ونجدد عطائنا ونجدد خدمتنا ومحبتنا لبعضنا البعض للحركة الكشفية. وفي قاعة مركز سيدة السلام جرى استعراض للخطة السنوية للهيئة ونشاطاتها خلال العام الحالي، كما قدم الأب نفاع شرحاً روحياً لمعنى شعار الهيئة لهذا العام، لافتاً إلى أن كل فرد من الأسرة الكشفية هو حياة جديدة فيها. والتجديد ما بيتم بالأخذ، التجديد بيتم بالعطاء،
بالسخاء، بالبذل، بالمغفرة، بحب إني ألاقي الآخر اللي بشوف بيه ربنا. نشكرك ونعم.